ما تنساش ومش هننسى احنا كمان الحقيقه. واحنا بنتكلم على النجمه التاسعه، النجمه اللي يمكن تكون الاغلى والاهم في مشوار النادي الاهلي، النجمه دي اتحققت بعدد كبير جدا من ارقام القياسيه. عشان كده بقول لجماهير النادي الاهلي ان احنا كنا الاحق والاجدر والاكثر تفوقا على كل فرق القاره، ما كنتش ببالغ الحقيقه. اللقب ده نستحقه عن جداره واستحقاق، والاهلي قدم السنه دي كوره مش بس في الدوري المحلي، كمان في دوري ابطال افريقيا، ولا احسن ولا اروع، وقدر انه يحقق كل الارقام القياسيه. ضيفنا هو كابتن شريف عبد المنعم، نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر. اهلا بيك يا كابتن شريف، وقناه النادي الاهلي طبعا. اهلا بيك يا كابتن شريف، والف الف الف مبروك. اهلا بيكم ومبروك مبروك مبروك مبروك. ليله ولا اجمل من دي ليله. صحيح، اعتقد بطوله طعمها مختلف، بطوله صعبه، بطوله طويله جدا، وبطوله شاقه جدا. لكن كنت بقول كابتن شريف انه تحس انه من اليوم الاول، من الماتش الاول للنادي الاهلي، وفي اصرار الحقيقه شديد جدا على تحقيق اللقب التاسع. الف مبروك جميع النادي الاهلي، الف مبروك لينا كلنا، مجلس اداره النادي الاهلي، كابتن محمود الخطيب، مجهود مدني للمؤسسه كلها حقيقي. بترجم النهارده الحمد لله، دي حاجه من عند ربنا. انا عايز بس اتكلم. احساسك كان ايه قبل الماتش يا كابتن شريف؟ زي كل المصريين انقسموا كلهم، خوف ان مين النهارده اللي هيفرح ومين النهارده اللي هيزعل. فربنا حتى خلى المباراه بشكل تعادلي، ان حتى اللي خد الكاس كان اخطر هجوميا في الملعب، استحواذ لنادي الزمالك، خلى شكل نادي الزمالك بالهدف اللي جابه شيكابالا كمان، عمله بشكل جميل جدا. ايوه، بقت الناس مقتنعه ان ده جود لك وارد لك، زي الماتش اللي قبله، احنا اللي استحوذنا واحنا اللي مسكنا الملعب واحنا ضيعنا الفرص كلها والعارضه وقفت قدامنا وهم كسبوا. فكان هذا الوضع، الماتش بتاع الاهلي والزمالك ده مش قادرين بقينا نقول مين هيكسب فيه. مع انها الوحيد اللي طلعت على قناه الاهلي قلت 2-1. يعني كنت في ملعوبه كبيره دايما يا كابتن، ملعوبه بس هي مش ملعوبه. هو انا ما ينفعش اقول غير كده. 3-1، 4-1، 5. طب كابتن ثانيه، بعمل حاله. انت عيطت فعلا يعني وقت الماتش يا فندم؟ عيطت فعلا وقت الماتش؟ انا سمعت كده. الفرحه صح؟ انا بعد بعد صفاره الدموع نزلت زي اي حد. ايوه، ما افتكرش حد غيري. اقول لك على حاجه، ما نزلتش. اقول لك على حاجه غريبه كابتن شريف، احنا كنا بنتفرج انا وساره في مكان تقريبا فيه ما لا يقل عن 100 اهلاوي. قبل الجون الثاني بتاع قفشه ما يجي بحوالي 20 قول 30 ثانيه، احنا سمعنا كلمه الاهلي جاب جون، الاهلي جاب جون بصوت عالي جدا في المكان. فرق التسجيل. بالظبط كده، فرق الهواء من الملعب. ده جون عالمي. فاحنا كلنا مش شايفين جول، قعدنا 20 30 ثانيه والناس بتصرخ الاهلي جاب جون، الاهلي جاب جون. اول ما جه الجون بتاع قفشه، اغلى جون في حياه قفشه. انا اغلى جون في حياتنا كلنا. يعني انا كسبت بطوله انديه افريقيا للانديه لابطال الدوري 82 كويس، وشاركت في 2 بعد كده وكسبناهم في الكؤوس واحده برضو. اوكي، البطوله دي بالنسبه لي انا اقوى بطوله في حياتي. انا كاهلاوي لعبت في النادي الاهلي، دي اقوى بطوله. انا بقول لك ان اولا المشوار كان صعب قوي، كل مره بنوصل الحكام بيعملوا فينا اللي بيعملوه، ربنا نصرنا بجميع الوجوه في هذه المره، مع سان داونز والهلال، مع الوداد، ومع الوداد، مع الهلال، مع مدرب لعبته وكسبته، فيجي لك هو يدربك نو تايم. اوضه اللبس بحي مجلس اداره كله، بلجنه الكوره، بكل الدنيا، بسيد عبد الحفيظ، بالاداريين، باللعيبه، بالتركيز، بكل حاجه. انما قرار ان موسيماني يكون موجود هنا شيء غريب جدا، ان الراجل ده يبقى في فرقه ثانيه وبيلعب في بطوله ويجي يخسر ويرجع يمسك فرقه ثانيه، ودي اول مره في الحياه، ويكسب البطوله مع فرقتين لاول مره تبقى في كاس افريقيا في بلد واحده زي الاهلي والزمالك. يوم مش عايز اقول لك حاجه، لما تقعد تفكر كده في الستيبس وفي الخطوات وترتيبات والمباراه والحاجات، لا ده يوم تاريخي. بس لازم ندي فايلر حقه، يعني فايلر ساهم في تحقيق البطوله دي بشكل كبير جدا، ويمكن احلى ماتشات لعبها النادي الاهلي مع فايلر كانت في دوري ابطال افريقيا السنه دي. مع احترام الفايلر يعني طبعا بنديله حقه، بس انت احمد اديله حقه. انا
دي موسيماني حق الصراحه. موسيماني يمكن رحيل فايلر في وقت حاسم زي ده يخليني شويه شايله منه وبدي كل الكريدت لموسيماني. اللي يسيبني في وقت زي ده انا بقول كلام كوره يعني صح. واللي يجي يكسب لي الوداد في الوداد 2-0 مع الرقفه ويكسب هنا 3 كويس 2 برضو والثالث ما انحسبش 2 اعتبره باثنين ويهجم على الخصم في ارض ملعبه ويلعب باسلوب لا همه كوفيد ولا همه اصابات. لا ده مش تقليل من شان موسيماني على الاطلاق. لا لا ده راجل انا شايف انه الراجل ده رجع الروح للنادي الاهلي. شفت ازاي قيادته فنيا للمباراه دي النهائيه بالذات يا كابتن شريف خاصه الشوط الثاني؟ طبعا حصل كلام في وسط زي ما انت بتصدري حصل كلام في الاوضه جوه ان احنا بعد ما جبنا الجول حاولنا نحافظ على الجول هو قاري الكلام ده كله. بس هو انت في عوامل بتبقى عندك غيابات معينه مؤثره في مراكز يعني انت متعوده تلعبي هي فتره كتير قوي يعني متعودين بديونج نلعب بقالنا فتره كبيره جدا يعني الميكانيزم بتاع الملعب اللعيبه اللي حاسه باسلوب معين يعني سوليه متعود على الاخطبوط ده واقف جنبه فبياخد شويه حريه ان هو يطلع لقدام. بتشوفي سنتر فورورد النهارده بيحاول يعمل كل اللي عنده جيدا يمكن يكون عنده تعب او عنده اي حاجه جايين غير موفق مثلا يعني بيلعبوا ظهره للملعب بشكل بس الحاجات دي طبيعيه جدا في الايام اللي احنا بنعدي فيها دي والله يعني انا مش بدي اكسكيوز بس للعيبه لكل الناس اللي في الفرقه دي او في الفرقه دي غيابات في نادي الزمالك اثرت فيهم. لا ده مش بس النهارده غيابات عندنا مؤثره جدا. طب شايف ان غياب ديانج اثر على الفرقه النهارده؟ غياب ديانج شايفه اثر على الفرقه النهارده؟ لا 100% يعني كنت لسه بتقول انا حسيت بعد الماتش يعني اول ما بتفرج في الماتش الراجل ده وجوده لو كان هو موجود هو وحمدي وسلية مثلا فرق كتير قوي. لا بس اسمح لي كابتن شريف الموضوع مش موضوع ماتش يعني. واحد انا بكلمك على سيزن كامل انت تقريبا ما لعبتش فيه ماتش في اي بطوله انت دخلت فيها من غير ما يكون عندك قائمه غيابات يعني انت في كل مباراه لعبتها كان في ثلاثة اربع لعيبه من سنتين فاتوا يعني مش السنه دي بس ايوه احنا بنعاني في حكايه الاصابات دي يعني يجي محمد محمود يجي يلعب رجليه تتعمل نيدفيد يروح منك احمد حمدي فتحي اللي هو النهارده كان موجود محمود بتولي عنده حمدي فتحي يمشي من عندك رمضان ويمشي من عندك احمد فتحي ويمشي من عندك والمدان النادي الاهلي بما حضر زي ما وليد سليمان انا ببارك له وبدعي له بالشفاء وكل اللعيبه حتى اللي في الاهلي او الزمالك بالشفاء من الكوفيد. كاتب النهارده تويتر جميل جدا احنا الاهلي بما حضر اللعيبه قادره على انها تحافظ كلنا موجودين مفيش غيابات بتفرق معانا فاحساس اللعيبه وتركيز اللعيبه وثقه اللعيبه في اخواتهم وحبهم لبعض هو ده اللي كسبك. واحنا بنتكلم على كوره لازم اقول بطوله مؤمن زكريا. انا بيتهيألي انه يعني مؤمن كان في حد ذاته واحد من الدوافع والاسباب اللي خلت لعيبه الاهلي عندها اصرار كبير على انها تحقق البطوله دي. لحظه ثانيه من اللي بكينا فيها يعني انا بكيت فيها هو بيرفع البتاع وبدعي له بالشفاء دي لحظه جميله جدا وده ده الحب. أيوة. ده الاحساس ده النجاح ده رضا الرب من فوق ان هو يجيب جون زي ده يعني كل اليوم. كنت متوقع الماتش يخلص في الوقت الاصلي ولا كنت مجهز نفسك لل 30 دقيقه؟ وانا قاعد قلت يا ترى مين هيسرق الثاني حسيت انه في جون جاي في اصل واحده في العرض دي ما جاش خالص بعد جون قفش عملت يعني ايه يا كابتن شريف؟ حد بدلك رهيب أيوة. وبعدين شوطه جميله جدا من زيزو بمجهود ده بس فرصه الولد عامل مجهود كويس جدا من فتره مش أيوة. مش المباراه دي بس لا بس فرصه الشحات ما كانتش تضيع انا بقول لك كده يعني فرصه الشحات ممكن انت تضيعها بس الشحات يعني. لا عايز اقول لك على حاجه الحال اتقلب في الماتش ده الاهلي الزمالك استحوذ من نص الملعب بس انا ما هددنيش باي حاجه كتير قوي انا مش فاكرها او لعب كره عرضيه كده سريعه حاول يخش حاول يلتحم انا ما شفتش انفرادات من الزمالك راحت مثلا خضتني أيوه. انما نفس السيناريو القديم أيوه. احنا اللي لعبنا النهارده واحنا اللي مبصينا واحنا اللي بقينا بنعمل الكونتر اتاك الخطر جدا محمد هاني حسين الشحات اللي هو النهارده راحت منه الكره دي من الناس اللي توغلت ودخلت خط ال 18 كذا مره وعملت عرضيات وفي اخر هاف تايم انا حافظ الماتش هاف تايم الاولاني هاف تايم الاولاني عمل عرضيه لو حمدي فتحي يعني التقى الكوره كويس وحطها بدماغه جول كنا هنطلع الشوط الاولاني 2-1 احنا اللي ضيعنا الانفرادات احنا اللي ضيعنا بعد اجاييه مضيع هدف بعد الهدف على طول 1-0 في ربع ساعه اللي احنا قلنا عايزين نخلص دلوقتي فسيناريو الماتش كان فيه عداله من ربنا للمشجعين دول والجماهير دول يعني قال له انت الزمالك لعبت كويس انت شيكابالا
حطيت جون عالمي. طب ساره كانت بتسالك لما جيت جون عملت ايه؟ ده لا لا انا كل جون بقوم لا خصوصا جون قفشه ده. جون قفشه في مخدات طارت وفي ناس اتشالت لفوق وفي ناس اتحضنت وفي ناس اتهزت. كنت اتفرج مع مين يا كابتن شريف؟ كنت بتفرج مع صديق ليا مش محمد رضا من اكبر الاهلاويه يعني، وكنت في بيته واولاده واصحابه عيلة. عايزة اقول لك يا كابتن شريف انا بقالي كتير اهو شغالة مع احمد، انا اول مرة اشوف الوش التاني ده لاحمد النهاردة. يعني انا شفت واحد بيشجع في الماتش، واحد تاني خالص مش احمد اللي بيطلع على التلفزيون ده كده وزعيق وبيقوم وبيتعصب، وكان اجواء تانية خالص. انا عايز اقلب مذيع بقى واسألكم انتوا الاثنين احساسكم ايه بالبطولة دي؟ احساس مختلف. لا احساس غير، انا احساسي عبرت عنه من قبل الماتش ما يتلعب ومن قبل النتيجه ما تتعرف. انا قلت البطوله دي هي الاجمل والاصعب والاغلى في مشوار النادي الاهلي. والله ده نجاح ربنا مديهولنا في كل حاجه، ان كل الناس بتعرف في كل المجالات في الاهلي، اذا كان في الميديا، اذا كان في الكوره، اذا كان في الباسكت، اذا كان اليوم ده ترجم حاجه جميله جدا وعمل استقرار لينا جاي باذن الله. والعالميه اللي احنا دايما بنستاهلها، العالميه دايما اللي احنا بنتعرف نتعامل معاها. عارف يا كابتن شريف لما تبقى قاعد طول الوقت بتسمع هجوم وانتقادات وانا واحمد نطلع ونرد ونتكلم، انه احنا عارفين انه هيبقى في رد في يوم هنتبسط فيه وهنثبت للناس كلها ان كل اللي بيتقال ده ولا اي حاجه، واحنا مركزين في الهدف الاهم. فالنهارده هو ده الاحساس، ده الاحتفال. انت عارفه الساعه داخله على 3، ده عن الماتش خلصان بقى له 4 ساعات لغايه دلوقتي. الناس انا سامع صوت الكلاكسات والاغاني والاحتفالات، الناس سهرانه لغايه الساعه 3 الفجر بتحتفل. كابتن انا والناس وانتوا من بعد ماتش الوداد واحنا مستنيين اليوم ده. طبعا صح، مستنيين اليوم ده بفارغ الصبر، مستنيين اللحظه دي، مستنيين الفرحه دي. غير كده يعني انا ما كنتش متخيل. انا يعني دايما كان بيجي لي الهاجس النهارده، طب لو ربنا ما وفقكش النهارده هتعمل ايه؟ ما يعني طب انا عايز اخدك يعني مش مستقبل صحيح. اي تخيل ده. بس النهارده ده دفع للي جاي، واللي جاي مش بعيد. يعني انا هكلمك برضو كوره، ودي اسئله بيسالها جمهور نادي الاهلي عشان احنا محتاجين شغل على اللي جاي. عندنا بطوله كاس مصر قبل نهائي ونهائي في خلال يمكن اقل من 10 ايام، وراهم على طول سوبر افريقي هنلعب مع نهضه بركان، ومدى ماتش برضو مش سهل يعني. فبالتالي ايه اللي شايفه ان احنا نعمله، او شايف انه الجهاز الفني يشتغل عليه الفتره اللي جايه؟ انت هتشوف كاحساس لاعب الكوره، الدفعه بقى اللي احنا واخدينها النهارده، انت هتشوف احساس لاعب الكوره لما بيبقى واخد بطوله زي دي. مفيش ده بيبقى معنويات في السماء. يعني لو شفته النهارده 60% هتلاقيه 90% في اي مباراه جايه. ايوه هتلاقيه عنده جلد وعنده ثقه وعنده خلاص. عدى بصعب قوي، يعني احنا خدنا طوله في وقت صعب في ظروف صعبه جدا. أيوة. فان شاء الله اللي جاي هيبقى احسن، واللي جاي هيبقى في التدعيم احسن، واللي جاي هتلاقي فيه لعيبه تكتفت معاك اكتر، وهتلاقي صوره الموسيماني بتفكير اسهل. انما كان كلنا مشوشين، كلنا خايفين، كلنا عايزين اللحظه دي، والحمد لله بنشكر ربنا عليها. يعني الاهلي بالصفقات الجديده يا كابتن هيكون في كاس العالم للانديه، بنتكلم على باك، على طاهر، على بدر بنون. توقعاتك بقى؟ توقعاتي ان انت بتعملي اللي عليكي، ومجلس الاداره بيعمل اللي عليه، والراجل المدرب ده حابب النادي الاهلي، وكلنا كنا حابين الحته دي فيه. حاسس بالكيان نفسه بالشكل اللي احنا قاعدين فيه ده، كلنا حاسين بالكيان ده، كلنا يعني مش عارف اقول لك ايه، فرحانين ان احنا جوه الكيان. خدت بالك؟ ولينا يعني اي واحد كل منه في موقعه، يعني كل واحد فينا بيتمنى حاجه معينه، خبره معينه، اي حاجه بيقولها. فانا اللي انا حاسه ان هتبقى في طفره كبيره جدا، وراحت بال بقى واستقرار، وناس خدت حقها. يعني مش عايز اقول يعني مجلس الاداره بتاعتنا خد حقه، اللي كان الناس قاعده تهجم عليه حقيقه. يعني الراجل محمود خطيب ده كل يعني ربنا كافئه النهارده كابتن محمود، وده ابلغ رد من السماء لكابتن محمود خطيب. صحيح. يعني وكلنا يعني حتى انا منزلت على بعد الماتش فبقول مبروك بيبو مرجان زكريا، دول الثلاثه اللي انا عايش معاهم فتره كده، جماهير الاهلي، مجلس اداره نادي الاهلي. لقيت نفسي بكتب حسب الاحساس اللي انا حاسس ان البطوله دي كانت مهمه بالنسبه لمين. يعني واحد في راجل رئيس مجلس اداره، ثاني مدير مكتب تنفيذي، يعني شايل حاجات مش عايز اقول لكم عشان احنا لامسين وقاعدين. الحقيقه محمد مرجان حاجه مشرفه جدا، زكريا ناصف وكابتن محسن صالح وخالد بيبو والناس كلها اللي هي في لجنه، مش من غير ما انسى يعني، في لجنه التخطيط مع سيد عبد الحفيظ بالتبادل، مع الهيئات الاداريه، مع الدكاتره، مع الدنيا.
تحس ان انت قاعد انا مطمن والله العظيم ثلاثة بشتغل في كيان محترم جدا حقيقي. شايف الدنيا عامله ازاي، شايف قناه الاهلي بتعامله ازاي كمان ما شاء الله بيكو بجميع البرامج اللي موجوده بجميع الناس المسؤوله المديري. يعني من حق ان انا بارك للناس كلها النهارده، من حق ان انا افرح كلنا، من حق الجماهير ان احنا سامعين صوتها دلوقتي بره دي طبعا. والعربيات اللي هي ما نامتش لغايه ده ومش هتنام لغايه بكره الصبح ولسه نفسه. انا وانا جاي اكن انا كنت بلعب، الناس شايلاني عشان اخش النادي، الناس الضباط مش عارفيني مين ده ممنوع يخش هنا ده الناس هي اللي مزقني ومدخلاني، دي حاجه صحيح. يعني والجماهير يوم حلو قوي نحب نشوفه على طول. والجماهير نفسها وغيابها عن المدرجات كانت واحده من اصعب التحديات اللي قابلت فرقه النادي الاهلي، انك تلعب بدون جمهور عظيم، جمهور حقيقه في اوقات كتيره جدا وفي مواقف كتيره جدا كان بيدفع لعيبته وبينجح فرقته في اصعب المواقف كان غايب عنها، ورغم كده استمرت المسيره ناجحه. ونتمنى ان شاء الله انه في اقرب وقت بقى ترجع الجماهير لمدرجات مره ثانيه، اعتقد هتفرق كتير جدا في مع اني حاسس والله يا حميد وانت بتتكلم كده ان الجماهير كانت موجوده طبعا بعد ما كسبت حاسس ان الحياه دي كلها كانت موجوده، الجماهير اللي في الشارع دي كلها كانت موجوده في الاستاد. ايوه الريسيفنج اللي احنا خدناه من الناس ابسط حاجه انك تفرحها. صحيح. عشان كده النادي الاهلي هو الراعي الرسمي للبهجه والسعادة. الرياضيه والسعاده صحيح. في الوطن العربي كله. صحيح. الف مبروك مره تانية صحيح. شرفتنا ونورتنا، وان شاء الله يعني بطولات جايه كتير نتقابل ونفرح ونفرح جماهير الاهلي. يا رب، وهارد لك نادي الزمالك وكل التوفيق في اي بطوله تانية، ودايما احنا مع بعض في الافراح باذن الله. شكرا كابتن سليم. الف مبروك لحضرتك يا كابتن، والف مبروك لحضراتكم مره ثانيه. والحقيقه لما كنت بقول ان مصر بتعيش يوم تاريخي ولحظات تاريخيه وكلنا محظوظين ان احنا جزء منه، انا محظوظه ومبسوطه ان انا بطلع اقول لحضراتكم دلوقتي الف مبروك التتويج بدوري ابطال افريقيا التاسعه. شكرا لحضرتك. يبقى انه دايما الحفاظ على القمه اصعب بكثير من الوصول ليها، وده يمكن واحد من اهم الشعارات اللي بيرفعها النادي الاهلي، تستمر مسيره النجاح وتستمر الحقيقه عطاءات اولاد النادي الاهلي ونجومه في كل المجالات، وان شاء الله باذن الله نتقابل مع حضراتكم في احتفالات ببطولات جايه كتير.